عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، لا مكان بيننا بالذاتية والعلانية. ربنا الواحد، رسولنا الواحد، دعوتنا واحدة، قبلتنا نسجد للقبلة قبلة واحدة، عديتنا واحدة. حتى أن عدونا الواحد عدو نجيس، عدو خبيث، عدو بذيء، ولسوف ننتصر على الرغم من كل هذا. لماذا سننتصر؟ لأننا أدينا ما علينا. لسوف يكافئون الله بالنص. إذا ضرب قلوبنا واحدا، أي قوة بشرية يستطيع أن توقفهم؟ نور الله في صدورنا، لا أبدا. في امتداد تاريخ حملة الصليبية لن ننساه. أكثر من 9 مرة هجموا إلى بقعتنا، بقعة الإسلامية، لكن أصبح أرضنا مقبارهم. ظهر شباب مثلكم، شباب المجاهدين، ظهر في أرضنا. نحن لا نريد الحرب، لكن الحرب يريدنا. إذا حرب يريدنا، لتعال، نحن جاهزون هنا. كالبنيان مرصود، كت فلا كت، قدم بقدم، جنب بجنب، الحمد لله. والله أحذر هنا من كل دول الشر ومنظمات الإرهابية مثل داعش، PKK، ومن الذي يدعم إلى هذه الإرهابيون. نحن نحذر هنا من بقعة الأرض، مقرنا. نحن سننتقم لقطرة الدم. والله أقسم بالله، لقطرة الدم أرقت من إخواتنا. أنا أصبحت ممنونا ومسرورا أن أراكم في حوار. قبل 10 أيام كنا معا في تل أبيض. أردت أن أقول قصيرا، أن أختم لكم. شكرا جزيلا. تكبير! تكبير! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.